بكل الخير. الله يسعد صباحك وصباح مستمعيكم الكرام يا رب. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني نتحدث عن بداية عام، للأسف أصبحنا في هذا الصباح على وقع ارتقاء شهيدين من جنين، وبالتالي الظروف الاقتصادية تتداخل مع السياسية، تتداخل مع كذلك الحكومات الإسرائيلية التي تترأس من جديد بشرسة وبعنف أكثر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وكله يقع في نفس المكانة التي تؤثر على الواقع الاقتصادي الفلسطيني، ومن ضمنها قلة أعداد المانحين أو حتى المتعاونين مع الحكومة الفلسطينية. برأيك العام 2023 هل سيشكل عاما خطيرا على رواتب الموظفين؟ في البداية يعني الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى والمعتقلين، ويعني بالنهاية احنا الشعب الفلسطيني هذا سيناريوهات احنا متعودين عليها، فبإذن الله تعالى يعني الله يجبر خاطر الجميع ويسلم الجميع. آمين يا رب. حقيقة بما يتعلق في الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، يعني الوضع المالي للسلطة الفلسطينية هو وضع مالي متعثر، والأمور المالية في السلطة الفلسطينية من فترة زمنية لفترة زمنية أخرى تزداد سوءا. يعني إحنا دخلنا عام جديد بالعام الفائت، عام 2022 دخلنا في خصومات بدأت يعني في نهاية العام كانت على الرواتب بقيمة 75%، كانت لشهر 12 اللي قبضوه الموظفين في شهر 1 2022 كانت بنسبة 80%. حقيقة يعني بلغت الخصومات منذ بدء عملية الخصم على تلك الرواتب 265% من قيم رواتب الموظفين. الحكومة بناء على السيناريو اللي هي متبعته بعملية إعادة بعض المستحقات المالية من خلال التركيب اللي عملتها، وتركيبة يعني هي غريبة ومؤثرة وتؤدي إلى شوية عدم وجود ارتياح وارتباك في آن واحد، انه بتعيد 80% او بتدفع 80% من الراتب وبتعيد جزء من المتاخرات. يعني على سبيل المثال في شهر 11 خصمت 75% من الراتب السنه اللي مضت، شهر 12 80%، شهر 1 80%، شهر 2 80%، شهر 3 80% وعدد 15% من المتاخرات، شهر 4 80% وعدد 20% من المتأخرات، شهر 11 السنة هاي 80% وعدد 5% من المتأخرات. يعني الحكومة من شهر 11 لشهر 11 السنة الحالية الآن أعادت 96% فقط من المتأخرات. يعني الموظفين إلهم في ذمة الحكومة حاليا 169%، يعني ما يعادل راتب و70% من الراتب. هل في هذه الفترة الحالية يعني في بداية العام الحالي هل هناك مؤشرات بتدل ان الحكومة عندها قدرة انها تزيد نسبة سداد المتأخرات او تدفع للموظفين الراتب كامل وجزء من المتأخرات؟ حقيقة لا، لانه يعني السلطة الفلسطينية في سيناريو التنمية الاقتصادية تاعها تعتمد اعتماد رئيسي ومركزي على هيكلية لم تكن بتغيير. هيكلية تعتمد على التعايش مع الاحتلال وليس الانفصال عن الاحتلال. هيكلية تعتمد على التعايش مع اتفاقية أوسلو وليس الانفصال عن تلك الاتفاقيات الظالمة للشعب الفلسطيني. فتعتمد على الدعم الخارجي، كانت بما نسبته من 50% إلى 60%، تراجعت إلى 20%. وحقيقة يعني الدعم الأمريكي انعدم من 2007 للآن، والدعم الأوروبي يعني كان مليار و400 مليون في عام 2021 أخذنا 225 مليون، والدعم العربي واللي أكثر دولة عربية كانت تدعمنا اللي هي السعودية وقدمت لنا منذ قيام السلطة ما يعادل 4 مليار كانت تدفع لنا سنويا للموازنة بشكل مباشر ما يعادل 240 مليون دولار، توقفت عن الدعم أو تدعم بشكل خجول جدا ومبالغ مغرية لا تذكر. الجانب الإسرائيلي يعني حتى المورد الاقتصادي الرئيسي والمركزي اللي معتمد عليه السلطة الفلسطينية في سداد التزاماتها المالية اللي هي المقاصة اللي هي الضريبة على الواردات واللي بتشكل ما يعادل من 65% إلى 70% من إيراداتها الحالية تقوم باقتطاعات نقدية منها. جزء من هذه الاقتطاعات اللي هي المخصصات الأسر الشهداء والأسرى، وجزء من هذه الاقتطاعات اللي هم بيسموه صافي الإقراض اللي هو بتعلق في عدم سداد الهيئات المحلية والبلديات
المي والكهرباء وعدم سداد التجار الالتزامات المالية للتجار الإسرائيليين في الجانب الآخر. فبلغت هذه الاقتطاعات شهريا ما يعادل 100 مليون. ففي المحصلة النهائية عدم وجود دعم، وفي ظل استمرار تلك الاقتطاعات ولا يوجد هناك مؤشرات في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية أو القادمة، لأنه يعني إحنا بس منغير ألوان في الحكومة الإسرائيلية ولا نعم. نغير سياسات طبعا نفس النمط، سيبقى الاقتطاع الإسرائيلي موجود. الدعم لم يكن هناك تحرك على المستوى الحكومي بشكل فعال لتفعيل الدعم الأوروبي والدعم الأمريكي والدعم العربي. الحكومة سائرة باتجاه وحيد ولا ترى أمامها سوى، سائرة باتجاه خط التقاعد مبكر مروحه ما يعادل 30 ألف موظف، هاي النية اللي موجودة عندهم على أساس يخفضوا كنت الرواتب من 950 مليون شهريا إلى 500 مليون شهريا، وكان عندهم تارجت أنهم يخفضوها ما يعادل 25%. طب هذا يعني هذا الخيار ناجح دكتور؟ يعني عملية أنه إحنا نقلل من أعداد الموظفين الموجودين، وعملية هذا التقاعد اللي عملية التقاعد الجارية بصراحة، وأحيانا في بعض الأماكن في بعض المؤسسات يعني بعض الموظفين أعربوا عن استيائهم من مثل هذه الخطوة لأنهم وكانوا أجبري أو أجبروا تم إجبارهم أو إكراههم على هذا الموضوع. بالتالي هذه خطوة ناجحة، خيار مجدي بصراحة. هو حقيقة الحكومة نفسها تعرف أنه الخيار غير مجدي، لأن المحصلة النهائية أنا بدي أنقل بس قيود هذا الناس من قيود وزارة المالية لصندوق التقاعد اللي هو أوريدي في مشكلة. يعني أنا عمالي بس بنقل أو بعيد تشكيل أو تسمية الأزمة وبنقلها إلى مكان آخر، والدليل على ذلك أنه يعني حتى رؤية تحويل هاي الناس إلى تقاعد هي رؤية غير سليمة وغير صحيحة، وفي ظل وجود وقائع اقتصادية مالية سيئة في واقع الاقتصاد الفلسطيني هاي الأضرار على المجتمع تكون كثير مرتفعة. يعني احنا نسب البطالة عندنا في المجتمع الفلسطيني كثير عالي، مستويات التضخم والارتفاع في المستوى العام للأسعار كثير مرتفع، احنا بنعيش في تضخم ركودي أنا آسف من فترات زمنية في واقع الاقتصاد الفلسطيني كثير طويلة، في تشوه في المجتمع من ناحية اقتصادية ومن ناحية اجتماعية ومن ناحية مالية. إذا أنا بدي أجي أعالج الموضوع في طريقة تخفيف عدد الموظفين أو نقل أزمة من وزارة المالية لهيئة التقاعد أو وجود توجهات لعملية الاقتطاعات النقدية من قيم الرواتب والاقتطاعات النقدية من قيم العلاوات والإشرافات أو توقيف التعيينات المستقبلية في أجهزة التعليم وأجهزة الصحة وأجهزة الأمن وخلافه، هاي الأمور اللي سير فيها السلطة الفلسطينية حقيقة راح تؤدي إلى تدهور المؤشرات القومية، راح تؤدي إلى ركود للنشاط الاقتصادي، راح تزيد مستويات الفقر ونسبة الإعالة. يعني إحنا عندنا نسبة الإعالة بفلسطين يعني من أعلى النسب الموجودة عالميا، بلغت من 1 إلى 7%. يعني إحنا اليوم كلنا أصبحنا معالين في ظل عدم وجود تدفقات نقدية للقطاع الحكومي، لأنه برنامج التنمية اللي موجود عندنا مبني على الإنفاق الحكومي، والإنفاق الحكومي هو اللي بيفعل الإنفاق الاستهلاكي، والإنفاق الاستهلاكي هو اللي بيفعل الإنفاقات الأخرى. ففي المحصلة النهائية ما دام ما فيش إنفاق حكومي وما فيش رواتب وتدفقاتها وفي قطاعات نقدية منها وما في تعيينات جديدة وفي نية لإيجاد نسب تقاعد مرتفعة في هذا الاتجاه، هاي المؤشرات ونسب الإعالة عمالها بترتفع، راح يكون لها انعكاسات على المجتمع. والدليل على ذلك اليوم يعني أنا مدرس في جامعة، معظم طلابي عمالهم بيشتغلوا، اللي بيشتغل في كازية واللي بيشتغل في سوبر ماركت واللي بيشتغل في مطعم، فالتسرب من مستويات التعليم العالي أصبح مرتفع حتى في مستويات التعليم الدنيا. هل هذا والإعدادي. نعم، هل هذا دكتور يخبرنا بصراحة أننا وهنالك كانت إشاعات لا أدري هل هي يعني تم بثها من أجل تهيئة عشان إحنا نهيئ الناس والموظفين على أساس أنه من الممكن أنه تكون نسبة رواتب أقل من 80%، وبالتالي هل هذا وارد في ظل هذه المعطيات الحالية الموجودة؟ و سؤال الآخر، ما البديل المطروح لدى الحكومة؟ هو حقيقة يعني المؤشرات بتدل أنه سيناريو الخصم أنه يزيد عن 80% وارد، يعني هم أصلا من بدوا 75%، لأنه حتى يعني جهاز المركز الإحصاء الفلسطيني مع سلطة النقد حطوا 3 سيناريوهات للتعامل مع الوقائع المالية زي كل عام في بداية كل عام. فيعني الثلاث سيناريوهات، السيناريو المتفائل انه نبقى كما احنا، يعني اللي هو الوضع الحالي، والوضع الحالي بيقول ما في دعم،
الوضع الحالي بيقول انه في اقتطاعات من الجانب الاسرائيلي، والوضع الحالي بيقول انه الامور الماليه والامور النقديه والايرادات اللي الداخليه للسلطه الفلسطينيه لا تتماشى مع نفقات. فيعني المؤشرات ما بتدل انه سيكون هناك توجه لدى السلطه الفلسطينيه في ظل ادارتها للامور الماليه بهذا الشكل انه يكون في عندنا حلول قصيره الاجل لزياده نسبه الراتب وزياده نسبه المستحق. ما هو المشكله يا دكتور، يعني المشكله بصراحه احنا قاعدين بنعيش زي ما علق الاخوه الكرام حاليا في المتابعه مباشره على البث الالكتروني. صحيح ان في عندنا مشكله في عمليه ربما المنح الخارجيه، شح المنح الخارجيه والدعومات والدعم من هون ومن هون، لكن ما شاء الله موضوع الجبايه على قدم وساق من المواطن، يعني ابرزها الحديث الساعه. صحيح هي من الجانب الاسرائيلي كما استفسرنا من إدارة المعابر يوم أمس باتصال هاتفي، ولكن يعني أنه رفع ضريبة المغادرة من 158 ل 167 مش شاكل ولا شاكلين، وهذا قيس طبعا على أمور أخرى، على أمور الوقود، على اسطوانات الغاز، على الحياة اليومية. إحنا عنا الراتب بنقص، الجباية بتزيد، وبالتالي بنعيش في معادلة عن جد صعبة مش بسيطة. وبالإضافة هون استفسار، يعني كيف ممكن البنوك مثلا عندنا من خلال إذا في إمكانيتها تساهم في التخفيف من الأزمة الاقتصادية على المواطن؟ يعني هل من الممكن أنه هذا القطاع الخاص أن يكون فيه له مبادرات إيجابية في ظل هذه الأزمات التي نعيشها؟ هو حقيقة يعني بما يتعلق في موضوع الجباية والضرائب اللي تفرض على المواطنين، أنا يعني بأستاذي وفاء للأسف الشديد السلطة الفلسطينية في محاولة تشخيصها لأزمتها المالية تجد حلول للنتائج والآثار وليس الأسباب، فيعني تعتمد اعتماد رئيسي ومركزي على أداة موجودة بين يديها، بدهم يروحوا موظفين وبدهم يزيدوا جباية، زيادة الجباية عمالها بتثقل حقيقة يعني على كاهل المواطنين بشكل جدا كبير. على سبيل المثال الضريبة اللي موجودة واللي هي السلطة بتقول طبعا يعني ضريبة المعابر يتم تحديدها من قبل الجانب الإسرائيلي، زادوها 9 شيكل. السنة اللي مضت كانت عملية الزيادة شيكلين إلى 4 شيكل. السنة الحالية كانت عملية الزيادة 9 شيكل. عملية الجباية على ضريبة القيمة المضافة وعلى ضريبة الدخل على قدم وساق، بس للأسف الشديد يعني حتى عملية الجباية لا يتم توجيهها بالشكل السليم والصحيح على المكلف، والتفريق بين المكلف الفردي والشركات حتى تكون جباية في مكانها السليم والصحيح وتصب في تراكم موارد اقتصادية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. حقيقة المشكلة الرئيسية الموجودة لدى السلطة الفلسطينية أنه نسق التنمية اللي موجودة عندها تعتمد اعتماد رئيسي ومركزي على التعايش مع الاحتلال، يتم معالجة أعراض ومظاهر المشكلة وليس حل المشكلة. يعني إحنا دائما وأبدا أي نظام تنمية موجود في العالم بيعتمد على تحقيق العدالة الاجتماعية، لازم السلطة الفلسطينية تعتمد على بديل قادر على تحقيق الاعتماد على الذات ومواجهة الاحتلال بهدف التحرير وليس بهدف التعايش. النظام التنموي الموجود عندنا نظام تنموي غير مستدام، في ضعف العلاقة بين العمل والأجور، ضعف العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك، وللأسف الشديد يعتمد اعتماد رئيسي ومركزي على المشاريع الصغيرة اللي هي المشاريع العائلية، ما في دعم للمشاريع كبيرة الحجم والمشاريع المتوسطة اللي هي بتستقطب أبنائنا وبتشغلهم وبتعمل دورة اقتصادية من خلال ضر تدفقات نقدية لهم وضر تدفقات نقدية في الاقتصاد من خلال الاستهلاك. احنا بنعتمد فقط على الانفاق الحكومي، لا يوجد معالجة سليمة وصحيحة لنسب البطالة ونسب الفقر اللي موجودة في المجتمع من خلال عملية تفعيل القطاع الخاص لتفعيل التوظيف الكامل لعناصر الانتاج. عنا عجز احنا في الموازنة العامة، عجز هيكلي لعدم موازنة الايرادات للتكاليف، يعني احنا 30% من العجز بنسده من خلال المنح، والمنح لما ما بتجيش احنا ما في عنا سداد لذلك العجز. احنا في عنا اختلال جوهري في العلاقة اللي بترتبط في عملية الادخار والاستثمار، فعودوا المجتمع الفلسطيني على استهلاك الامتياز وانه يروح على البنوك ياخذ قروض باغراض الاستهلاك وليس باغراض الاستثمار. واحنا للاسف الشديد حتى هيكليا في الاقتصاد الفلسطيني لا يوجد هناك تفعيل لدور الانتاج الصناعي والانتاج الزراعي، في تفعيل لدور انتاج قطاع الخدمات وانتاج قطاع التجاره. هاي الوقائع كلياتها يعني
لا تؤدي إلى وجود قدرة لدى السلطة الفلسطينية لإيجاد إيرادات حقيقية. هي تنظر بس باتجاه واحد لعملية الاقتطاعات النقدية من رواتب الموظفين بشكل مباشر. بدنا نتخيل في القطاع الخاص. نعم نعم تفضل. يعني بدي أجيبك على الشق الثاني من السؤال. لا ولا يهمك تفضل. فيما يتعلق مساهمة القطاع الخاص كالبنوك مثلا، هي صحيح تتيح فرص أنه تساعد المواطن من خلال القروض وما إلى ذلك، بس كمان بدفع المواطن كل اللي بيمتلكه بصراحة، ممكن بالآخر بيطلع ملحوق. يعني إحنا كمان نستهلك من كل المناحي المحيطة فينا، يعني حتى في الخطوة اللي المكان اللي بنلجأ له كمان هو بنفس الوقت يعني يستهلك هذا المواطن بشكل كبير جدا. والله يا أستاذ وفاء، يعني حقيقة اللي بده يعيش حياة كريمة ويستطيع أن يوازن بين إيراداته ونفقاته ويبعد عن المؤسسات المالية والمصرفية في واقع الاقتصاد الفلسطيني، لأنه لا يوجد عليها لا رقيب ولا حسيب. هدفها الرئيسي والمركزي هو تعظيم المنفعة، لا يوجد لها أي دور مجتمعي بالمطلق. يعني دائما وأبدا المؤسسات الخاصة بالتحديد القطاع المالي والمصرفي في أي مكان موجود في العالم، في أي مكان، حتى في الاقتصاديات الرأسمالية واللي هم بيسموها الرأسمالية المتوحشة اللي هو هدفها تعظيم الربح، دائما إلها دور مجتمعي. إلها مساهمة في الأزمات اللي مرت فيها كل الاقتصاديات، كان لها دور في دعم الحكومة وفي دعم أفراد المجتمع من خلال يعني قروض ميسرة أسعار الفائدة تاعتها تقترب من الصفر، من أجل تفعيل الاستثمار، والاستثمار بفعل الاستهلاك، والاستهلاك برد بفعل الطلب الكلي والعرض الكلي الفعال. عندنا البنوك في واقع الاقتصاد الفلسطيني وفي ظل وجود سلطة نقد ليس لها أي سيطرة مطلقة على المؤسسات المالية والمصرفية سوى العمل على عملية الجباية وتحقيق تدفقات نقدية منها خاصة بها، ولا يوجد هناك رقابة على الاقتطاعات المالية والاقتطاعات النقدية وأسعار الفائدة ونسب الفائدة على الودائع ونسب الفائدة على الاقتراض والقروض المجتمعية والقروض الانتاجية والقروض الاستهلاكية، حقيقة يعني هذه مؤسسات مالية تساهم في الأزمة ولا تحل الأزمة، ولا يوجد لديها أي توجه لدور مجتمعي في مساعدة على الأقل. يعني احنا اليوم بنمر في أزمة مالية للموظف الحكومي، يعني احنا كنا نتوقع الحد الأدنى، يعني احنا ما بدنا نيجي نقول لك ادعم الموظف الحكومي ولا تدعم الحكومه الفلسطينيه، هذول ناس عمالهم بحصل على 80% من راتبهم وجزء بسيط جدا من المتاخرات، وتراكم لهم ما يعادل 170% من رواتبهم خلال مده عام. يا عمي المتاخرات على قروضهم والفوائد اللي موجوده على هذا القروض يعني سامحهم فيها، يعني سامحهم فيها مش اكثر من هيك. المضحك المبكي يعني دكتور انه في ظل هذه الازمه الاقتصاديه اللي في بدايه الحديث واحنا عمالنا بنتناقش، 15 مليار شيكل فائض البنوك من عمله الشيكل واسرائيل ترفض استلامها، وبالتالي يعني هذا هو بالفعل صلب الموضوع والحديث عن قديش مثل المؤسسات المصرفية عندنا بتساهم وهي شريك حقيقي وهي داعم أساسي للأسف الشديد يعني في ظل ما بنعيشه. ولكن أيضا حتى في هنالك ليس من باب المقارنة، ولكن هي أخبار موجودة ردا على موجة ارتفاع الأسعار وكمبادرة نحو العائلات في أحد البنوك في إسرائيل. أكبر المصارف في إسرائيل أعلن أنه سيتحمل الزيادة في سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري بدلا من عملائه الذين قد يجدون صعوبة في سدادها. ونحن نتحدث عن فائض بنوك 15 مليار شيقل، وبالتالي تناقض، مفارقة كبيرة، وربما أزمات تتواصل. نتمنى ألا تطال هذه المخاطر، رواتب الموظفين كي لا تقل نسبتها عن 80%، هذا ما نأمله. يعني على ما يبدو بحاجة إلى إعادة ترتيب النفقات اليومية الخاصة بالحكومة الفلسطينية ونفقات المواطن اللي إذا طلع له طبعا هو شوية فلوس من هون ومن هون. وبكل الأحوال إحنا نتمنى الأفضل والأحسن مع بداية هذا العام دكتور، لكن أنت تحدثت بمعطيات حقيقية موجودة على أرض الواقع، والكل بدأ بالفعل يلمسها من خلال ارتفاع
مع بداية العام مباشرة تم الإعلان عن الأسعار التي تم ارتفاع السلع فيها. يعني إذا على سبيل المثال الأسمنت والحديد الأسعار بالعلالي، بنحكي عن الوقود أيضا ارتفاع، بنحكي عن بعض الضرائب ارتفاع، وبالتالي نحن على مقربة من حالة انفجار اقتصادي إن جاز التعبير والوصف. دكتور هيثم أشكرك دائما وأبدا على هذه المعلومات وعلى هذا التحليل المثالي فيما يتعلق والحالة الاقتصادية التي نعيشها هنا فلسطينيا. شكرا جزيل الشكر لك، ونواصل بالتأكيد.